في سبيل الدفاع عن الإمامة أسقطت جنينها، رفست نهب الكتاب من يدها، في سبيل ذلك بقيت على علتها بعد والدها. لما ورد القوم على باب دارها ووضعوا الحطب على باب بيته ورأت الدخان يعلو، جاءت ونادت: أحرج عليكم دخول داري. قالوا: يا فاطمة، أين علي؟ لماذا أوردك الجواب؟ توارى خلف الحجاب، فليخرج ويبايع، وإلا أضرمنا الدار نارا. جاءت وقفت خلف الباب وهي تنادي: لأشكون إلى أبي، ما فعلتم بي؟ بانت أناملها من شقوق الباب. يا مؤمن يا موالي، نادى بالصوت ألمها على أناملها: يا زهرة، تخليت عن الباب والتجأت إلى الجدار. يقول ذلك اللعين: تكأ على الجدار، رفس الباب برجله. يقول: أطلت علي بنور يغشي البصر كأن الشمس في رابعة النهار. تذكرت محمد وسحره، رفعت يدي لطمتها على عيني. يا الله، رفس الباب فأنبت المسمار في صدرها حتى تكسرت أضلاعها، وسقط المحسن يخور في دمه. لذت بالباب لكن ما علي حجاب. الله الله، يا مؤمن يا غيور. لذت بالباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. أصرني وهش مضلوعي وصدر انعاب، كسر ضلعي وجنيني آيست منه. يا أبا، كسر ضلعي وجنيني آيست منه وصاحت: يا فضة صدري انعاب. والله الزهراء، ليش ما نادت أمير المؤمنين؟ لأن تدري تراعي شعور أمير المؤمنين، ما تريد يشوف جنين يتعفر على الأعتاد، تشوف دماء المخاض. ولذلك أرادت امرأة ترعاها، صاحت: يا فيض صدري انعاد، ومحسن سقيت يا معتبة الباب. اجت فضة ولقتها فوق التراب، يسيل من الصدر وضلوع الدم. يا أبا، يسيل من الصدر وضلوع يا
هديه يا البايع يا بلبست الحزن طول العمر يا الباب يا الباب ذهل ولا بقت الافكار يا البايع يا اردن شدك وين محسن سقار يا البايع يا بيوم العصرة والزهرة الزكية يا باب يوم العصر والزهرة يا الزكية هالوادم هالوادم بلا مذهب بلادي بلادين على بيت النبي هجمام بلادين بلادين والزهرة تدافعها بليدين من قادة وعلي حامل حمية يا أبا من قادة وعلي حمية الحمية جاءت إليها فضة تقلها فضة أين علي ما سمع استصراخي واستغاثتي قالت سيدتي خرجوا بها به ملببا قالت فضة أين قميص رسول الله نسيت آلام المخاض آلام شديدة الزهراء نسيتها نسيت محسنا وضعت القميص على رأسها خرجت تتكئ على الحسن والحسين ويد على قميص رسول الله وهي تنادي خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجاني نادى ذلك اللعين يا قنفذ عد إليها بالصوت والله هذا الموقف يألم قلب الإمام الرضا لأنه رآه أحد فقال له إذا ذكرتم مصيبة الزهراء اذكروا هذا الموقف واذكروا هذه الأبيات المعينة سيدي ما هذه الأبيات خل نسمعها على لسان الإمام الرضا يقول الزهراء لما رأت الصياط توجهت إلى قبر أبيها تقل يا أمر على عبد ضربني ضربني من الناس ما واحد حشمني وانا رحت يا ياض عني وتشوف قوم المرمرتني الكسرة وضلوعي وسايا قطيتني لما رأى علي نادى سلمان أدرك البضعة قل لها إن أباك بعث رحمة لا تكوني على القوم نقم قالت سلمان كسروا ضلوعي فصبايرت أسقطوني جنيني فصبايرت لتموا عيني فصبر الآن يريد أن يتم عيالي فما عن علي صبرا أنا لا تلومني لا هاجة أحزاني يا سلمى كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوى مني
خدوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبراته جرية، وينظر بعين ابنه وجهه النير. لا تلومني ضلع انكسر بالباب قهوة، ما قصروا بينا عديمي هالمر، جلك ما تدري هالعبد بيا سوا، سقطني المحسين وخلى الجسد نحلة، جسمي انتحل من ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداخل بها يدري، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب مملي بالاحزان، انا بس عاينت حيدار ملبب قايدينا، وسمعت حس الحسن يندب راحبه، غصب علي طلعت خافي يذبحونا، تتيتم اولادي عقب فارس الفرس، ضليت ادافعهم وظنت يرحموني، ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني، والله يا سلمان الرجس والرم امتوني، قصدي ابد شكواي للواحد الديان.